طيب احنا النهارده هنتكلم عن اخر موضوع بامر الله في الوير اللي هو هيرش تيست. خلاص زي ما اتفقنا قبل كده ان احنا عندنا ترم اسمه هيرش تيست، عندنا ترم اسمه هايبر تريكوز. الهيرش تيست ديفلوبمنت اوف هير ان اندروجين ديبندنت سايت، والهايبر تريكوز ديفلوبمنت اوف هير ان نون اندروجين ديبندنت سايت. خلاص على كده بمعنى كده الهايبر تريكوز عايز التوزيع على البنت مشعله طالعه مش عارفه خالتها لعمتها لمامتها اللي هو عادي اللي هي التوزيعه بتاعت الايدين. تمام، فكونوا اقول لكم على حاجه مهمه جدا، ايديها رجليها من تحت اللي هو التوزيع العادي، ولكن الاندروجين ديبندنت سايت لقينا ليه اماكن معينه. ولكن كسؤال اللي انا بقول لكم حاجه مهمه قوي، لو انا عندي اندروجين زياده او عندي سنسيتيفيتي زياده والشعر بدا يطلع في النون اند في سوري في الاندروجين ديبندنت سايت، مش بعد كده هيبدا النون اندروجين ديبندنت سايت يبقى مور ثيكر. بالظبط، برافو عليك. يعني معنى كده عشان بس تقيموا الامور، لو لقيتوا الايد كثيفه اطمنوا ان الاندروجين ديبندنت سايت ما فيهاش شعر، عشان بس تعرفوا هل هي هايبر تريكوزيس ولا هو هيرشتزم. هقول لكم دلوقتي في الاسكيل، في لي سكيل كده هتبص تلاقي حاله الهيرشتزم تبدا بهيرشتزم وتنتهي بهيرشتزم مع يعني فولسلي لكانه هايبر تريكوزيس. تمام، اندروجين ماشي فبياكتف اي فوليكلز وبيكبرها وبيخليها تطلع هير ثيك، فبيدخل لكانه حاله هايبر تريكوز عشان الحالات مش سكيب منها. تمام، طيب احنا دلوقتي عندنا الهيرشتزم قسمناه لنوعين، نوع فاميليال يعني خلاص احنا هم متعودين، العيله دي متعوده ان الام والخالات والعمات والبلد ديت عندهم الشعر كثيف شويه او بيطلع لهم كام شعر، بنشوف ناس كده ان هو بيطلع لهم كام شعر، تقول لك انا كده انا كان بيديني واحده بالظبط المثلث ده والمثلث ده فيه شعر، هي ومامتها وعمتها وخالتها هم عندهم في العيله الحتتين دول وفعلا والاندروجين نوع يعني عندهم بس هايبر بالظبط سنسيتيفيتي او ذا ريسبتورز السيركيليتنج اندروجين عادي اللي موجود في جسمنا فبيطلع لهم ان فاميليال باترن. فشايف الاختين جايين كده والام جايه كده بتقول لي احنا عندنا القصه دي، خلاص خلاص القصه. تمام، يا اما حاجه اكوايرد ليتر اون يا اما داتنج سينس ايرلي يعني شورتلي افتر بيرس، عشان بس نعرف الدنيا ماشيه ازاي. طيب احنا بنقول ان الهيرشتزم هو ديفلوبمنت اوف هير اندروجين ديبندنت سايت، نعرف ايه هو الاندروجين ديبندنت سايت ونعرف ايه هو الاندروجين ده جاي منين. الاندروجين ديبندنت سايت يعني اول حاجه الشن ده رقم واحد، وبعد كده منطقه البريستا حوالين الاريلا، بعد كده ننزل من اول الامبلايتس لحد البيكيني. تمام، اللي هي الترينجل، لو انا رسمت كده خطين وعملت ترينجل بين الامبلايتس والبيكيني الانر سايد اوف ذا سايت. تمام، and the upper back، ركزوا كلمة upper back. تمام، لأن في ناس بيبقى عندهم في عيلتهم كده عند اللور باك شوية شعر، حتى بنعتبرها بتيجي مع حالات اللي هي السباينال بيفيدا. خلاص تمام، يبقى ايه هو الاندروجين ديبندنت سايت؟ الشن والبريست حوالين الاريلا والابر باك والانر سايد اوف ذا ساي من اول الامبلايكس لحد البيكيني اريا او لحد البيوبيك اريا. طيب هل دي اماكن الاندروجين ديبندنت سايت؟ اماكن الاندروجين ديبندنت سايت، لكن لو انا جيت لكم دلوقتي قلت لكم سكور هقول لكم اماكن ثانيه، لان شيء طبيعي الهير بدا في الاندروجين ديبندنت سايت وبعد كده السيركليتنج اندروجين اشتغل على بقيه الشعر. خلاص تمام؟ طيب الاندروجين اللي طالع عني يا اما اوف ادرينال اوريجن يا اما اوف اوفيريان اوريجن، يبقى ادرينال اوريجن اوفيريان اوريجن معظم الاسباب ايه؟ حالات البي سي او. خلاص؟ ومعاها بقى الاسوسيشن بتاعتها الاوبيستي والانسولين ريزيستنس وما شابه، او تيومر اوف ذا اوفري. تمام، ثم بعد كده الادرينال نفس النظام، يا اما كونجنتال ادرينال هايبربليجيا يا اما كوشنج سيندروم يا اما تيومر في ادرينال جلاند. تمام، يا اما ميديكيشن بتبقى ليستي واضحه العيان بيقول لك انا اول ما خدت الدواء دوت بدا يحصل الشعر بيزيد في جسمي، وعاده بتبقى ميديكيشن اللي هي فيها اندروجين. تمام، طيب لما الحاله بتجي لي بشخصها ازاي وواجهها ازاي؟ اللي بيحصل على افضل واقع ان الحاله بتجي لكم راس التحاليل لكل حاجه، كل حاجه وعكسها، لدرجه العيان مثلا بيبقى عنده مثلا ما شاء الله مثلا ست بتبقى عندها 60 سنه وتطلب لها حاجات الكونجنتال الادينا هايبربليجيا ما شاء الله. طب ليه يا جماعه؟ ليه بتكلفوا العيان؟ كل حاجه ليها الحاجه بتاعتها عشان ما نكلفش العيان كتير. قبل ما اقول الانفستيجيشن ايه هقول لكم كل حاجه بدلوله ايه. تمام، يعني فور اكزامبل مثلا لو اوفيريان اوريجن الحاجه اللي بتزيد عندي اندرستنديون. تمام، ولو ادرينال اوريجن الحاجه اللي بتزيد عندي حاجه اسمها داي هيدروكسي يبقى اندرستيرون. تمام، ولو المشكله كونجنيتال ادرينال هايبربليجيا اي 17 هيدروكسي بروجستيرون. تمام، لو مشكله كوشنج يبقى في الحاله دي بقيس الكورتيزول يا اما في اليورين يا اما بدي امبول ديكساميثازون بالليل، احيانا بيدوه بالليل ويقيس الكورتيزول بالصبح. خلاص، يبقى كل حاجه ليها حاجه، ولكن كل الانفستيجيشن ديت انا بعملها امتى؟ بعد ما بتاكد ان السيركيليتنج اندروجين عالي، مش حالات البي سي او. حالات البي سي او دي قصه ثانيه هقولها لكم. تمام، بيعملوا ايه؟ بيروحوا قايسين التوتال تستستيرون ويروحوا قاسمينه على البايندنج جلوبيرين بتاعه. خلاص، هو انا لو انتوا لاحظتوا اللي انا بعمله ده لكني بجيب الفري تستستيرون، ركزوا معايا.
انا بجيب التوتال تستيكول للتستوستيرون اللي ماشي في الجسم واقسمه على البايندنج جلوبين. فلو طلع لي مثلا واحد ايه فهمتوا كده اتنين معنى كده ان في نسبه مش ماسكه في البايندنج في ايه ده. طب ليه ما نطلبش الفري تستوستيرون؟ ده اسمه لا بس اسمه توتال اندروجين اندكس. خلاص توتال اندروجين اندكس ان انا ليه ليه ما نطلبش الفري تستوستيرون؟ والله هم عاملينها كده مش قادره افهم قوي يمكن يفيدنا فيها دكاتره التحليل مش عارفه هم ليه عاملينها بس ده احدث حاجه. أنا زمان فعلا كنا بنطلب الفري تستوستيرون لو انا شاكه ان هي قصه اندروجين مش عارفه هم ليه مظبطينها بالقصه دي. تمام لو لقيت الاندروجين عالي وبعدين يضربوا في مين لو لقيته عالي في الحاله ديت ببدا اوجه انا شاكه ان العيان كونجنتال ادرينال هايبرجليجيا. العيان عاده بيجي لي بدايه السنس بيرس وعنده هيرشتزم عالي جدا لدرجه داخل يعني زي البنت اشرقت لو اللي شافوها معانا اشرقت اشرقت ديت كانت بنت دوارف كده وعندها شعر اشرقت بالظبط برافو عليك البنت ديت ده فظيعه بيطلع لها بقى في وشها وفي ايديها وحتى الشعر اللي هنا حاجه فيري كورس لانها يعني كمان راجل مشعر مش كل الرجاله بيبقى عندهم شعر حتى كفوف رجليها من فوق طلع لها شعر. فالبنت ديت مش تزم شديد ده كده داخل مع قصه الكونجنتال ادرينال هايبرجليجيا. تمام الكوشنج خلاص بقى كيشونايت فيس والبادي بيلت تحت البافلو هامبو وما شابه. تمام وفيريان العيان بيجي لك بسنترال اوبيستي ودايما ده التشخيص عاده اللي بيجي لك في العياده فدماغك عاده ما تشطش لبره جايالك مثلا بنوته وبتقول لك انا بدا يطلع لي شعري هنا والامور مش شديده قوي بتبدا تاخدي منها الهيستوري نستر الابيجيلاباتس والسنترال اوبيستي وما شابه. طيب احيانا بيبقى لازم بنستر الابيجيلاباتس لا مش لازم هم عشان يشخصوا البي سي او قالوا ان احنا نلقى في كل اوفري 12 فوليكل. تمام كل واحده من 2 ل 9 ملم او حجم الاوفري اكتر من 12 ملم خلاص. تمام طيب احنا دلوقتي دكاتره النساء على ارض الواقع نبعت لهم الحاله ونقول لهم شاكين بي سي او لا لا انت مش بي سي او ده مش الاوفر بتاع البي سي او هم بيقيسوها بالحجم ليه اوفر مقلبص كده وكل سيست يبقى ده بي سي او بالنسبه له. لا ما في طريقتين يا اما انت تقيسها لي بحجم الاوفر يا اما تعدي لي لو لقيت 12 فولكل في كل اوفر كل واحده فيهم عامله من 2 ل 9 يبقى انت خلاص كده شخصت ايه يبقى عليهم سكور. طبعا هايدي زعلت طبعا عشان النسا دي مش لا والله عندي لا هو بيبقى سكور لا اصل يعني هي قصه النسا دي احنا يعني مشاكل كتير مع دكاتره الموضوع بس مش عارفه ليه عامل لهم مشكله طبعا تمام بس مش منهم بس طبعا دكتوره تسمية استاذنا يعني خلاص تمام يبقى احنا بنقيس بنقيس البي سي او احنا ممكن نعمل تحليل اف اس اتش والال اتش المفروض ان احنا يعني تحليل الضوء احسن حاجه ثاني يوم البيبي مش ثالث يوم البيبي والالترا ساوند شهر خلاص بنقسم الال اتش على اف اس اتش. الال اتش شكله اصغر يبقى المفروض يطلع نص بدا الال اتش يزيد هتبدا النسبه تبقى 1:1 تعكس تبقى كمان 2:1 يبقى الال اتش اكتر. التست ده جود بوزيتيف تيست يعني لو طلع لي بوزيتيف فالعيانه دي عندها بي سي او. طب لو طلع نيجاتيف طب 100% غلط وممكن يكون عندها بي سي او فبنكمل بالترا ساوند. بروح تقول لي طب ما تعملي الترا ساوند على طول بتبقى حاجات بقى ايه ايثيكال شويه ان هي بقى ايه بنوته ما اتجوزتش واقول لها اعملي الناس في دماغها الترا ساوند على الاوفر يبقى في حاجه فانت بتبقى ايه قلقانه وقصه برضه ان هي بنت وتعمل الترا ساوند طب البروب هيحطوا فين انت مش عارفه ايه بتبقى قلق لا يا عيان الدم وهي مش فاهمه انا بطلب ايه فبتبقى الامور كده تاني. طبعا بعالج حسب القصه لا الكوشنج تبعي ولا الادرينال ولا الاوفيريان تيومر تبعي ولا حتى الاندروجين لما بيبقى عادي تبعي انا بس اللي تبعي بس حاجتين. الحاجه الاولانيه ان انا اعالج الهيرشتزم في الاخر بالمانوفر بتاعتي كجلد وبقدر الامكان اساعد ان انا اعمل حاجه مثلا ادي معاها بحيث ان اتاثر على السبب بس في حدود المستطاع مش ان انا يعني ادخل في حاجه اجريشن هي تعمل لي ممكن مشكله بعد كده لما تدخلوش في اكتر انك يعني لما تدخلي اكتر من كده تعملي مشاكل لنفسك والعيان مش هيشكرك حقيقه لو استفاد يعني. تمام احنا عندنا في سكور كده للهيرشتزم بنسميها جالوي سكور. الجالوي سكور بيقول لك سهل جدا يمسك اماكن الاندروجين ديبندنت سايت ويديها من 1:4 بالعين يعني هو مش سكور سنسيتيف قوي كله بالعين زي الباسي ما هو الباسي بالعين برضه فبيمسك الدقن كده ويبص عليها ويديها من 1:4 بعينيكي 3-4 شعرات اديها 1 الحته دي كلها بقت 2 دي كلها ونزلت تحت بقت 3 الحته دي كلها بقت 4 يعني حاجه بالعين خلاص تمام ومسك منطقه النبل والابيلا وبرضه كام شعرايه متنطوره اعطاها 1 زاد شويه كل منطقه الانتر بريست ديت من غلط شعر اعطاها لحد 4 تمام ثم مسك منطقه الباك وبرضه كام شعرايه متنطوره شويه كتار لحد ما الاريا بقت مليانه قوي اعطاها 4 وبعد كده راح مدخل معاها اللور باك تمام خد اللور باك اريا صغيره وسعت لحد ما خدت الباتك راح اعطى رقم 4 وبعد كده راح ماسك بقى الايد ركزي كده في الايد الحته دي هايبر تريكوز ممكن تكون بنت مشعره لكن مجرد الشعر ما ظهر هنا ده مش الطبيعي فشويه شعر صغيرين هنا 1-2-3 اول 3 ينزل على تحت ويكثف لي ده 4 الايد كلها
بتبقى شديده. فهمتوا كده القصه عشان ما تتلخبطوش بين حالات الهايبر ترايكوزس. هايبر ترايكوز بنت مشعره ولكن ما عندهاش ولا شعر في الاندروجين ديبندنت سايت، ما عندهاش اي مشكله خالص. لكن حالات الهيرشكس في حالاته الاخيره بيبقى خلاص خد شعره كله بتاع الجسم خلاص تمام. ثم منطقه البكين يا دوبك كام شعرايه لحد ما الاريا بتتعكس، وبدل ما بيبقى ترانزفيرس ليفل عند منطقه البيوبيك اريا يطلع بتراينجل كده بيبقى عامل زي المين باترن تمام. يبقى كده انت عملت السكور بتاعك بتاعه الهيرشتزم، وحقيقه السكور دوت انا شايفه كل سكور بالعين ملوش اي لازمه، وخلاص بقى انا بص في العين واقيمه طالما هو مش محكوم بحاجه مثلا سنسيتيف قوي او سبيسيفيك قوي تمام. بنعالج ازاي؟ بنعالج ازاي زي ما قلت لكم مع بعض، في حاجات ممكن اعالجها ممكن اساعد العيان واعالجها، وفي حالات بشتغل فيها بس وببعثها للجهه المختصه، وخصوصا مثلا توجيهات الادويه والكوشنج وحالات طبعا التيومرز، حالات الميديكيشن جايد مع الشخص اللي بيديها الميديكيشن طبيعي هتاخد مدة قد ايه خلاص هو بيقدر يوقف في الوقت المناسب تمام. بعد كده ببدا اعالج ايه الحاجات اللي ممكن اعالجها، ممكن اعالج بحاجه مايلد انتي اندروجين زي الاسبيرون الاكتون، نزل في السوق اسمه الدكتون اترفع من السوق نزل مكان الاسبكتون، ممكن يدي من 50 ل 200 عاده انا كنت لاحظته بدي 25 25، وبعد كده قلت لكم هزود بعد كده خليها 50 50، هوصل لل 100 مش هزود عن كده عاده، اللي يعني بيهبطه حتى العيان يقول لي انا طبيعتي ان انا بيبقى عندي مثلا بروشال هايبرتنشن وبيعرف ان ده دواء ضغط فبديهوله قرص قبل ما يناموا خلاص قرص 100 عشان الاندكون نازل منه 100 بديه قرص 100 قبل ما يناموا خلصت القصه على كده. ده كده دي مايد انتي اندروجين بستخدمه مده قد ايه؟ ممكن 6 شهور لسنه خلاص مفيش منه اي مشاكل خالص ومفيش سايد افكت او طبيعي الاعمال. من ضمن الحاجات اللي مكتوبه اللي هو الحاجات البروجستيرون الاستروجين اللي بتشتغل كانتي اندروجين، ايه احسنها من الديان والياسمين لان نسبه برافو عليكي الديان والياسمين لان نسبه الاستروجين فيهم اعلى، فبالتالي يعني مثلا لو عين بي سي او انا ممكن قوي ايه الياسمين اللي هو الكونتراسبتيف انت لما بتيجي في حاجات تانية بيعالجوا بيها البي سي او زي الجينيريا وسايكل بيرجينوفا، لكن الجينيريا وسايكل بيرجينوفا الاستروجين فيها اقل، العين اول ما بياخدوا اقني وحاجه حاجه حاجه فظيعه جدا لدرجه مثلا احنا احيانا بنعالج لو انتوا فاكرين هرمون الاكني برضه بالياسمين والديان، فلما بيدوا جينيريا وسايكل بيرجينوفا الحب فيه بيزيد قوي بتبقى الامور مش تمام، فالصح ان احنا ندي حاجه زي الديان والياسمين بنمشي عليها لمده قد ايه؟ المفروض من 3 6 شهور، بامانه ربنا 6 شهور موجود في البيبر ايه من 6 شهور لسنه، لكن انت ده عشان تقنع العيان ان ياخد 3 شهور في عياده جلديه ان هو ياخد كونتراسبت بس وهي مثلا انسه بتبقى بتبقى حاجه مزعجه جدا وتفضلي تقنعي في العيان. طب انت هتقولي ايه اللي حملك على الهم دوت؟ يبقى انا عايزاها تستفيد كويس بالليزر، يعني انا مش برضه من مصلحتي ان هي تستخدم الليزر والشعر يطلع تاني على طول او تستخدم الليزر ويطلع في مكان تاني وهكذا، يعني برضه بعد ما تاخد ده هتعمل ليزر ما دام الشعر اتخلقت لازم تدي تعمل الليزر. هو ما اقدرش انكر ان احنا لما بندي الحاجات ديت الشعرايه نفسها في شعرات بتختفي وفي شعرايه بتبقى خفيفه، ولكن الهير فولكلز ما بتختفيش، هي بقت كائن ممكن يطلع شعر في اي وقت خلاص تمام. من ضمن الحاجات اللي بيدوها الكبريتيون، الكبريتيون ده نازل في السوق يعني الديان والياسمين سنايل استرادايول ومخلوط عليها كبريتيون، الكبريتيون نازل لوحده عايز شوفوا لنا كده سيبريتيون كبريتيون عايز اعرف نازل في السوق اسم ايه، لان بيقولوا نتايجه حلوه برضه في حالات الهيرشتز بس انا بصراحه مش عارفه اسم الدور. هو كانوا اديك سيبريتيون بس، هو سيبريتيون اسيتات هو اللي موجود في الديان والياسمين بس هم كاتبين سيبريتيون بس، عرفنا كده اسم التجاري ايه عايز وسالنا برضه دكتور تسميه كده الاخبار خلاص تمام. ده كده اللي هي الحاجات اللي هي السيستميك اللي انا بمشي عليها. الحاجات التانية بقى طبعا مش تبعي ماليش دعوه بيها ومش مطالبه بيها، الحاجات اللي هي بقى على مستوى طبعا الحاجات العاديه التراديشنال اللي انا بشيل بيها شعر، وفي كان حاجه اسمها الكتروليسيس. الكتروليسيس كان موجود ايام نيابتي من حاجه بشعه كده كان عامل زي الكتبي رفيع، كنا بندخل مكان كل شعرايه ونحرق. هو مش الوحيد ان هو بيأثر على الوايت هير لان الليزر ما بيأثرش على الوايت هير، بس حاجه كان بيعمل سكارنج لان البروب انا كنت شايفاه انه نسبيا تخين تمام. كنا بندخل مكان كل شعرايه ونحرق وكان بيعمل بيرمننت لوس اوف هير، انت بتدخلي تعملي فايبروزيس في المكان بتحرقي الفوليكلز نفسها تمام. ده كده الالكتروليسيس. ثم بعد كده الليزر، الليزر نازل لازاله الشعر في اللي هو اللونج بالسد انتياك وفي اللي هو الالكسندرايت تمام. في اللي هو ايه تاني؟ لا طبعا الالكسندرايت طبعا مفيش مجال مقاومه خالص، اوعى تصدقوا كلمه اللونج بالسد انتياك كان عندنا في الازهر نتيجه مش حلوه. وكمان الفرق في طول في حاجات كتيره جدا في الويف لينث بتاعته خلاص. وبعد كده مثلا من الديود واللونج بالس الاندياج ما بيقعدكيش الشعر في نفس الوقت، فده سايكولوجيكالي العيان بيبقاش طالع مبسوط وانت بتبقي متضايقه بتبقيش عارفه هيسقط ولا مش هيسقط تمام. لما اشتغلنا بالاكسبيرينس لا نتائجه مش حلوه،
هيئتها النادي مش عارف الكسندرويد بيروح مطير لك الشعر في نفس الوقت. فكده ساتسفاكشن، هي بتبقى ساتسفايد وانا فرحانه ان الشعر طابت قدامي في نفس الوقت. فيما يخص يا جماعه قصه الغوامق، حقيقه يعني الحمد لله لحد هذه اللحظه ما قابلتنيش مشكله في الغوامق مع الالكسندرويد. انت بتظبطي الجهاز وبتبسملي وبتخلي العيان يقرا الاسطار ويقرا سوره البقره ان شاء الله الامور بتبقى تمام. يعني بسملي بسملي واستعيني بالله. الحرق ده ولا في اي حاجه، انا شفت حرق حقيقه مع انا شفت حرق مع الضيوت جامد جدا عادي جدا. انت قيمي امورك كده وابداي، يعني لما بيجي لك المهندس بيديكي برامتر اصلا ما بتجيبش نتيجه، برامتر هبله بتبداي بيها وتعلي بالاكسبيرينس واستعيني بخبرات الناس اللي تثقي فيهم. تمام، فعلي بالراحه علي بالراحه علي بالراحه. وكل جهاز يختلف عن الثاني، ما ينفعش تبقي في مركز شغاله بجهاز فلان شغال في مركز بجهاز وتقولي له انت بتظبط جهازك على ايه، لان الكالبريشن مختلف. انت بيبقى ليكي وجهه نظر. طب نفرض اعطيتي دوز قليله شعرايه هتبيض، ممكن تفقدي بعد كده الامل ان انت تشيليها ما دام بقت بيضاء، لازم مش هيشوفها بعد كده. لو اعطيتي حاجه عاليه هتتحرق. خلاص ادي ادي وادي وشوفي وشوفي الامور ماشيه ازاي، واحتمي الهيست بتاعي. يعني انا ولعت نار، احتمي الهيست بتاعي اوعى تسوق فيها. مش عارفه ليه بعض الدكاتره لا معلش ان شاء الله هتبقى كويس وزي الفل، العين يبقى مسلوخ على بالليل ليه؟ لا ما احنا بنحتاج برضه، حرام العين ده يبقى محروق في الاخر. سيب بقى من قصه المشاكل اللي بتحصل للدكتور، بس حرام يعني هايبر بالنتيشن وشكله بيبقى سخيف قوي يعني حقيقه. يعني خلاص تمام دكتوره، ده فيما الالكسندرويد هو نفسه انت ليك يعني؟ لا يا حبيبي، الالكسندرويد اسم في سوق جنتل ليز، بيو جنتل ليز. الالكسندرويد ده اسم الجنتل بتاع جنتل، الالكسندر اسم العلمي. واللونج باتسد اندياج حسب بقى دكه منزلاه، كانت منزلاه بنفس اسمه. لكن عندنا دكه يا دكتور الاندياج كان ده برو ايه؟ اثنين دبل دبل في نفس الجهاز صح كده؟ صح تمام كده. دكتور الافلوتيزم من الحاجات اللي قالت هي تبقى مش عارفه انت ايه فايليشن دي ليها رول اصلا ولا لا؟ لا مش فاهم السؤال. ايه في كريم كده طالع اسمه هتكلم عنه هتكلم عنه. لا الفينسترويد هو الفينسترويد بيشتغل على 5 الفا ريدكتيز. هو مش عندي هنا، هو عندي لكن هو لكن الهيب اللي هنا لا السيركيليتنج هير اشتغلت، راحت مكبره عملت دايركت افكت، كبرت لي حجم الفوليكلز. التاثير لو انت لاحظتي عكس يعني في اندروجين هنا بيطير الشعر وبيعمل اتروفي، بيعمل فايبروزز وبيقلل الدنيا. خلاص لكن هنا لا بيروح بيزود لي حجم الفوليكل، بيزود الباسكليتشر، بيزود كمان البيجمنتيشن اللي فيها، يشتغل على الميلانوسايت، بيزود الاكتيفيتي بتاعي. تمام. من ضمن الحاجات التوبيكال احنا عندنا حاجتين توبيكال في السوق، اللي هو نازل باسم افلوتيزم، اسمه في العلمي افلورنسين. ده افلورنسين، الافلورنسين دوت بيشتغل على انزيم اسمه اورنسين ديكربوكسيليز. الاورنسين ديكربوكسيليز لقوا ان هو لما بشتغل عليه بوقفه بسلو الجروينج اوف هير، فنزل الافلوتيزم. لكن الافلوتيزم الانبوبه قد كده وثمن غالي، فعاده بنكتبها لمين؟ لعينين عندهم شويه شعر بساط بعد ما بيشيلوا الهير، عندهم امكانيه يشيلوا الهير مثلا بليزر او كده، بتروحي عامله لهم الجلسه والجلد بقى سليم كده، بتبداي تحطيه مرتين في اليوم. ما تغسليش والله من فترة طويلة، من فترة طويلة كان بكام؟ كان ب 100 وايه؟ من فترة طويلة قوي. بس انا حاطه وسط 300 على فكرة. هو بالظبط انبوبة قد كده مظبوطة خالص. ممكن يكون وصل لانه زمان من فترة. ايوه وبقيت انا اكتب مكانه بقى اللي هو النو هير. النو هير ده مش زي الافلوتيز، ده عامل ده حاجات اعشاب طبيعية زي نبات السعد والحاجات زي كده، بس يعني بأمانة مع الليزر حلو مش وحش، يعني معقول. معقول يعني العبوة كانت بتاعته كبيرة سنة يعني. خلاص ونازل منه لوشن فبيديكي. خلاص تمام. من ضمن الحاجات اللي نازل هو لا انت بتستخدميه بين الجلسات يعني. طب لو انا عملت ريموف العادي لا انت فاكره ان الليزر بيدي بيرمننت هير لوس؟ فاكره ان الليزر بيأثر على 100% من الشعر؟ وبدايه الكلام، بدايه الكلام الليزر بيأثر، ده لو الامور حلوه قوي 98% من الشعر، لان هو بيأثر لك على الجروينج فيز اللي هي الانرجي فيز. في فيز اسمها التلجن، تيجي تشتغلي على الانجين يكون بتاع التلجن بدأ يطلع، تشتغلي على عشان كده عشان توصلي على العيان يقول لك ايه. انا الحمد لله العيان اللي بيستجيب في عيان ما بيستجيبوش عادي، العيان اللي بيستجيب يقول لك في شويه بيطلعوا، شويه دول بيطلعوا بقى ممكن نلقطهم مع تكرار الجلسات، حظه كده ان احنا نروح لاقطين الفيس جيرنج فيس. لكن على ارض الواقع الليزر بيجيب نتيجه مع قد ايه من البشر؟ يعني مثلا مع 80% ده فين؟ بكيني ولور ليمز واندر ارم. خلاص تقل ل 40% في منطقه الفيس، لان دي هي اللي متاثره. حالات الهيبشتيزم نتائجها وحشه جدا مع الليزر، ولو ما عالجتيش السبب ما بتعمليش حاجه. الليزر بيعمل هنا فعلا، جات لي واحده وشها من هنا شعر طويل جدا. ايه في ايه؟ والحته دي الدنيا كان عندي شعر هنا الحمد لله مشي من هنا وظهر لها هنا.
تمام اللي هو واتس كولد بارادوكس. بس انا شايفه ان هو ما بيحصلش ماشي ماشي بارادوكس وطول قبل كده ماشي. اشمعنى بارادوكس ده ما بيحصلش في اللور لمس؟ اشمعنى بيحصل في الاندروجين ديبندنت سايت؟ رايي الشخصي ده اللي قالته لي استاذه زمان، قالت لي بيبقى في سيركيليتنج اندروجين او في مشكله فالشعبيه ما طلعتش. انا ماشي يا حبيبي ولا يهمك، هشتغل لك على الفوليك اللي جنبيه. طب مش فاهم الشغل دلوقتي هي شغاله الاول على القديمه. هي شغاله ليه؟ شوفي كل ما تيجي حته اشتغلت ليه؟ ما طلعتش مع اللي قبل كده ليه؟ يعني ما طلعتش مع بس سيركيوليتنج طلعته. بس هو انت عندك اندروجين ديبندنت سايت، هل انا جبت لك سيره من الحته دي؟ ما جبتلكش سيره من الحته دي. فهو بدايه الكلام اشتغل على الاماكن اللي فيها ريسبتورز، الاماكن اللي فيها ريسبتورز مش لاقي اماكن فيها ريسبتورز. مش انا قلت لك هو اول ما بيبدا هيرشتزم يكمل لكانه هايبر فايبوزس؟ فهو يبدا خلاص انت اشتغلت لي هنا، طب انا هعوض لك في مكان ثاني خلاص تمام. زي بالظبط السمباسيكتوم او الحاجات الشابه والحاجات تحطيها على حته الحته الجنبيه تعرق. سمباسيكتوم تشيل السمباسيكتوم تبص تلاقي حصل كومبنساتوري هايبر هيدروزس لان كان اسم جسم ديفنس جسم تمام. مالوش علاقه ان انا اشتغلت في ليزر في منطقه فاين هير؟ لا لا مش فاين هير. لو اشتغلت في منطقه فاين هير خلاص اقصى حاجه هتحصل يا اما ما يجيبش نتيجه يا اما الهير نفسه يبقى ثيكر. ليه؟ لان انت لما بتشتغلي على فاين هير خلاص يا عم بقى. الو انا يا علا في الطريق ان شاء الله. ماشي ماشي يا حبيبي مع السلامه. خلاص اهي الحاجة اللي ممكن تحصل يبقى سكر. ليه؟ لو انت مثلا فاين هير، لو فاين هير المنطق مدام فاين هير انت محتاجة تزودي الباور بتاع الجهاز. في ناس بتتخيل العكس ان هي مدام فاين هير اقلل الباور. لا كل ما كانت الشعرية تخينة كل ما امتصت برافو عليك تمام. ففي ناس بتتخيل بالظبط برافو عليك تمام. دي في السكنس بنلعب في الديوريشن. انت لا شوفي هو انت على سكن طيب انت كده بتتكلمي على اجهزه جهاز الديود والبمب غاز الانزياج. الالكسندرايد ما بنشتغلش في ما بنشتغلش على الديوريشن. الديوريشن بتبقى ثابته لكل العيانين بتشتغل على الباور. خدت الاصغر الاصغر عندنا انزياج دكه. ايوه دكه ده اسم الشركه. دكه في الكسندرايد و بس ما عندناش الكسندرايد في الاسم. انت ايه الكسندرايد عندك؟ مش عارفه ايش الكسندرايد في الاصغر؟ ما اعتقدش اظهر بنين ده الكسندرايد. ما اعتقدش والله ده انزياج. مش لا هو احنا عندنا مش عشان هو المفروض الصح ان انت تشتغلي على الاماكن اللي هي مؤذيه للعيان. ما تشتغليش بقى شغل هبل يعني حلقاتك مش تزمه كده مش لازم استهبال. اول ما جبنا الانزياج في الزهراء لقينا الممرضات كلهم اللي جاي يعمل ايده اللي جاي يعمل رجله لا استعباط لانه كمان مدعم. المفروض ان هو يبقى حاجات كده لوكلايز حاجه مضايقه العيان خلاص تمام. طيب فاللي بيحصل ايه؟ فاللي بيحصل ان انت المفروض الشعرايه التظبيطات دي هقولها لك على جهاز الدايود تمام. ان احنا بنظبط ثلاث حاجات في نفس الوقت عشان كده تظبيط جهاز الدايود سخيف شويه. الالكسندرايد انا مجرد بلعب في الباور بقيه الحاجات ثابته. انا حقيقه عمري ما غلطت تمام. بروح لعبه في الباور يعني مثلا بالنسبه لجهازي انا لو واحده سمراء بخليني في 10 لو كده 12 واحدة بيضة وتستحمل هبدأ ب 14 وشوف الدنيا ماشية ازاي وبعد كده ممكن ازود ل 16 18 لا انصح بيه. في ناس قلبها قوي لكن انا حقيقة مادام انا الباور عندي جايبة نتيجة خلاص بتعرفيها ازاي الشعر اتحرق قدامك خلاص. لكن انت احيانا تنزلي باور والشعر ما تتحرقش فكل ما كان الملانين عالي عندك كل ما بيمتص الباور بسهولة. طب شعرية خفيفة في شخص يقول لك ايه طب خلاص انا هقلل. طب على ارض الواقع ايه اللي هيحصل؟ هيشتغل كحاجة اسمها باي ستيميليشن اللي هو الليزر بتاع الهيبرم كأنك بتعملي ستيميليشن. فالشخص يقول لك انا بعد عملت كاس والله الشعر زايد على فكره يعني انا يعني ده اللي حصل معايا انا ملاحظه ان الشعر زايد. وده اللي بيحصل لو عيان ابيض كل ما كان العيان ابيض والشعر سودا عندي وما تخافيش. أيوة. كل ما كان العكس وطي. ليه؟ لانه يشتغل على الميلانين بتاع السكين كلر زي ما يشتغل على الشعرايه فيعمل لك هايبر بيجمنتيشن خلاص. فانت قيمي امور يعني قيمي امور كده بحيث ان الامور تمشي معاكي تمام تمام. يلا هذا الحديث بقى يا دكتور فيها ديوريشن لا انا ما بقولش ان هي تظبيط ديوريشن. الاكسندرايد عندنا في ديوريشن بس احنا مثبتين ما بنغيروش مع العيانين. يعني انت انا عايز اقول ايه؟ ايوه عندنا في الجنت ليست بتاعنا ديوريشن. يعني انا بتكلم على البرايفت عندي ديوريشن بس بامانه شديده انا عمري ما ظبطت فيه. هو المهندس مظبطه لنا ما بنشتغلش بنشتغل في الباور بس. فبظبط معانا خلاص انا مستريحه انا مجرد بلعب في الباور ما عنديش بامل لا مشاكل وجاي النتيجه خلاص. فهمتي كده انا عايز اقول ايه؟ لا في ديوريشن ابقى اصور لكم الشاشه بتاعته. ما اشتغلت عليه اشتغلت على الاكسندرايد فين؟
اشتغلت في القاهره. في فين مركز ايه؟ اشتغلت في حديقه الابراج. جنتليز ولا برو؟ اشتغلت على برو. جنتليز تقريبا. جنتليز كاندلا. كاندلا. ما ده اللي بقوله. بس برو لا، انا بلعب يا دوب. انا ما عنديش برو. انا ما عنديش برو. ما عندي كاندلا جنتليز العادي. انا ما عنديش برو. تمام. هو غالي. برو غالي معقول؟ طبعا. اغلى من جنتليز؟ طبعا. احدث حاجه بمليون و800. طب انا كنت جبت جنتليز وصل ل 2 مليون. لا لا لا، مليون جديد ولا 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 جديد؟ لا جديد. ايه مليون؟ تمام. خلاص تمام على كده. ده كده فيما يخص قصه الهاشتاج والحاجات اللي زي كده. تمام. في اي سؤال يا جماعه في موضوع الهاشتاج؟ تمام. تعالى يا شيماء. العفو.